اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات ومن هو نجم المباراه من وجهه نظر مش الدكتور احمد، من وجهه نظر الارقام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبروك. الله يبارك فيك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي ومجلس ادارته واللاعبين والجهاز الفني. تاكيد يعني فوز مهم وباستمرار برضو للاداء. يمكن انا اكتر حاجه النهارده عجباني يمكن الجماعيه، بصراحه الجماعيه من اللعيبه، تقسيم المباراه بصوره ممتازه من فايلر. يعني ان انت النهارده حتى احنا قبل الهوا او قبل الاستوديو، يعني في الاستوديو قبل المباراه قلنا ايه، قلنا ان احنا نجيب جون بدري ونحاول ان احنا نقسم المباراه. هو ده اللي عمله فايلر فعلا بالزبط. ان انت جبت هدفين في اول نص ساعه وبعد كده رجعت الفرقه وسط ملعبك. ليه؟ عشان المجهود البدني، عشان الرطوبه، عشان الحراره، ازاي تقسم الماتش. ده دور مدرب. يعني حتى لو بصينا على الصور بتاعت الحالات، اول حاله معانا هنلاقي ازاي هم رجعوا، ازاي على طول اول صوره اهي هنلاقي ده بعد ما النادي الاهلي سجل. اول حاجه ان النادي الاهلي رجع لوسط ملعبه بالدفاع الكومباكت المتقارب. النادي الاهلي بيلعب دفاع متقدم مع فايلر، ولكن الخطوط متقاربه بصوره ممتازه جدا. ازاي تقسم الماتش من فايلر بصراحه، ازاي توفر المجهود البدني بتاع لعيبتك، انت تضغط ضغط عالي وانت تضغط في وسط الملعب او تضغط ضغط منخفض. ده اللي بيعمله فايلر، مدرب ممتاز جدا بصراحه. طيب خلينا نروح للحالات الرقميه على طول. علشان برضو نعرف الناس من هو الافضل من وجهه نظر الارقام. طبعا، بس في حاجه كمان اللي هي بالنسبه للفايلر برضو، تحسن الضربات الثابته والضربات الركنيه. واضح جدا التحسن في الاداء. النهارده الهدف الاول جاي من ضربه ثابته، هدف حمدي فتحي من ضربه ركنيه، استمرار للتدريب على الضربات الركنيه والضربات الثابته من ريني فايلر. تمام. يمكن رجل المباراه كابتن اسلام بالارقام هو محمد مجدي قفشه. بالتاكيد دوره مهم. محمد مجدي قفشه طبعا بالتاكيد دوره مهم جدا في ربط الخطوط. حتى لما عمرو السوليه اتصاب رجع لعب كارتكاس تاني، يمكن هو لعب ب 90 دقيقه. ارقام قفشه قدامنا على الشاشه، لان هو احرز هدف، صنع هدف، اتسبب في هدف اخر، وتسبب في ركله جزاء. اعتقد هو صنع هدفين. ما هي دي عشان حمدي فتحي اللي لمسها فاتحسبت لحمدي فتحي، لكن هي بتحسب تسبب في هدف اخر. يعني يعتبر متسبب في كام؟ في 3 اهداف، احرز هدف وصنع هدف وتسبب في هدف اخر. ايوه. وطبعا اتسبب في ركله جزاء، كمان عامل مراوغتين ناجحتين، اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه لونج باص 10 منهم 90%، اعلى دقه تمريرات طوليه 90%. كمان اكتر لاعب راح على الجون، عمل محاولات على المرمى، يمكن هو عامل 4 محاولات منهم 2 صح بنسبه نجاح 50%. كمان اكتر لاعب حصل على اخطاء في المباراه، حصل على 3 اخطاء. اكتر لاعب في الرباعي الامامي قطع للكرات بالتساوي مع رمضان صبحي 6 كرات، نسبه دقه تمريراته القصيره 93%. اذا قفشه يستحق بصراحه دوره مهم جدا. الدور الدفاعي مع فايلر ان انت صانع الالعاب، مش هو بس اللي بيصنع اهداف، لا كل الفرقه بترجع تدافع زي ما شفنا في الصوره. كل الفرقه ازاي بتعرف ترجع لورا تدافع، سواء رمضان صبحي، سواء قفشه، سواء حسين الشحات، كله بيرتد دفاعيا، وده الدور المميز اللي بيعمله قفشه. وكمان بعد اصابه السوليه رجع لعب كارتكاز تاني، طريقه تحولت ل 4-4-2 بوجود وليد ازارو وصلاح محسن، واثنين ارتكاز حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه. فالدور ده لعيب يعني النادي الاهلي كان بيفتقده، لعيب صانع الالعاب المميز اللي بيكون بالدور الدفاعي وفي نفس الوقت بيعمل لك عمليه الربط، وفي نفس الوقت عنده الرؤيه وبيديك كل ماتش 2 اسيست. يعني النهارده ده الاسيست الثاني ليه في الدوري. فمحمد مجدي قفشه ضيع هدفين تقريبا بنفس الطريقه اللي كان عملها في مباراه الزمالك، لو تفتكر الكره اللي عملها له احمد فتحي وحطها بدماغه. النهارده كانت بدماغه في مباراه الزمالك، كانت برجله وصدها حارس المرمى، حارس مرمى الزمالك محمد عواد في المباراه دي تحديدا في مباراه السوبر. النهارده تقريبا نفس اللعبه، اتلعبت اوفر من ناحيه اليمين ومحمد مجدي قفشه اكمل دوره الهجومي، حطها بدماغه جنب العارضه. وقبلها واحده برضو حسين الشحات عملها له. هو النهارده عمل 4 محاولات، اكتر لاعب راح على الجون 4 محاولات منهم 2 صح. قفشه بصراحه بيقدم اداء في الفتره الاخيره، بس هو محتاج ان هو يركز اكتر الحقيقه في المحاولات دي. يعني لو بيقطع وبيعمل شغل 10 على 10، لو سجل معدل اهدافه يزيد، هيزيد. يعني هو كمان واضح ان هو يعني كان محتاج الهدف ده بالزبط. اول هدف ليه في الدوري، فده هيدي له ثقه اكتر، هيتطور اكتر. دي حاجه مهمه جدا لمحمد مجدي قفشه. رقم 2 حمدي فتحي. حمدي فتحي هو الارتكاز النموذجي اللي في نفس الوقت بيدافع بشكل كويس جدا، بيكسب التحامات كتير، وفي نفس الوقت بيسجل اهداف وبيصنع اهداف. يمكن هو النهارده سجل هدف وصنع هدف، اكتر لاعب عامل تمريرات، دي تاني مباراه على التوالي. يمكن مباراه الانتاج كان هو اكتر واحد عامل تمريرات، النهارده هو برده 45 تمريره، تاني اكتر لاعب عامل محاولات على المرمى، رغم ان هو لاعب ارتكاز دفاعي. يعني رقم 1 محمد مجدي قفشه، النهارده رقم 2 حمدي فتحي اللي هو عامل تاني اكتر لاعب محاولات على المرمى 3، قطع الكوره 7 مرات،
نسبة دقة تمريراته 86.6. طبعا يعني أداء مميز جدا من حمدي فتحي، وبالتأكيد مبروك ليه انضمامه كمان، يستحق هو وقفشه الانضمام لمنتخب مصر والسبعة اللي انضموا، ولكن تحديدا اللي ما كانوش بينضموا أو ما كانوش موجودين حمدي فتحي. كنا محتاجين لعيب زي ده بصراحة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر. برضو استمرار من المكاسب المباراة، استمرار توهج رمضان صبحي والقدرات التهديفية لرمضان صبحي اللي احنا اتكلمنا عليها كتير ان هي بتزيد. رمضان صبحي النهاردة بيسجل المباراة الثالثة على التوالي في الدوري، ودي حاجة يمكن أول مرة تحصل لرمضان منذ انضمامه للأهلي ان هو يسجل في ثلاث مباريات على التوالي. رمضان مش بس بيسجل، رمضان كمان أكتر واحد عامل مراوغات ناجحة. يعني أنا من وجهة نظري ان جونيور أجايي ورمضان صبحي افضل لاعبين في الفتره الست مباريات اللي لعبها النادي الاهلي مع رينيفايل. طبعا يعني افضل اثنين ومعهم حمدي فتحي برضه. ومعهم حمدي فتحي يمكن هم يعني جونيور اجاي هو هداف الفرقه، هداف الفرقه تحت قياده رينيفايلر. جونيور اجاي جايب 5 تجوان مع رينيفايلر. رمضان صبحي ده الهدف الثالث ليه في الدوري، فدي حاجه بتاكد تطوره. الرقم المميز لرمضان ان هو يعني الماتش اللي فات كان برضه اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، الماتش ده كمان عامل 6 مراوغات ناجحه، فاعتقد ان رمضان لو استمر بالشكل ده هيبقى هو الاكثر مراوغات ناجحه في الدوري كله. كمان بقى هداف الاهلي في الدوري، جايب 3 اهداف، اكثر لاعب حصل على فاولات مع محمد مجدي قفشه 3، قطع الكره 6 مرات. كمان المميز في رمضان الالتزام بالدور الدفاعي، بيدافع بشكل مميز جدا. ده متغير تماما رمضان بصراحه. في صوره حتى معانا اللي هي فيها رمضان صبحي تاني حاله فنيه، لو عرضناها نلاقي رمضان ازاي بيرجع منين لمنين. يعني هنلاقي بصراحه ثوب جديد فعلا هي دي. يعني بص حضرتك رمضان راجع لفين حتى، وبيعمل سويتشات بيبدلوا الادوار هو وحسين الشحات. هنلاقي ان رمضان راجع بيغطي قدام محمد هاني. فدي حاجه بتاكد تطور رمضان سواء على المستوى الدفاعي او على المستوى الهجومي تحت قياده ريني فايلر. قلنا على المستوى الهجومي بيسجل الهدف الثالث، على المستوى الدفاعي قدامنا ان هو كمان قطع الكوره 6 مرات، ده رقم مميز جدا بالنسبه للعيب جناح. برضه حسين الشحات، حسين الشحات يمكن باقل مجهود بيسجل اهداف بصراحه. يعني حسين الشحات النهارده تاني هداف الاهلي تحت قياده ريني فايلر، اول واحد جونيور اجاي 5، تاني واحد حسين الشحات ده هدفه الرابع مع ريني فايلر. يمكن هو احرز هدف، عمل محاوله على المرمى، عمل مراوغتين، تمريرات عامل 20 تمريره، نسبه دقه التمريرات 85% وعامل عرضيتين. الملحوظه المهمه قوي ان احنا لو بصينا النهارده مين اللي جاب الاهداف هنلاقي قفشه جايب جون، حسين الشحات جايب جون، رمضان صبحي جايب جون، اجاي جايب جون، حمدي فتحي جايب جون. ده تنوع في القدرات الهجوميه، ان انت مش عندك لاعب واحد بس اللي بيسجل، لا ده انت عندك اكتر من لاعب كمان بيسجل، ودي حاجه مهمه جدا. معانا برضو ارقام اجاي بيستمر، وده واحد من يعني سبحان الله، يعني ده احنا دلوقتي هندور له على بديل مناسب زي طبعا عندك صلاح محسن وازار، وهو بيحاول يكسبهم. يعني هو لما بينزل النهارده هو الميزه في النادي الاهلي ان انت ما فيش حاجه اسمها بديل. الميزه في النادي الاهلي ان اللي قاعدين على دكه البدلاء ممكن جدا يكونوا هم كلهم مستوى واحد، كلهم مستوى واحد، ولكن هو اللعيب اللي بيبقى فايق في الفتره دي هو اللي بياخد، هو اللي ماشيه الماتشات بتكسب، فهي بتبقى ماشيه مع الفتره دي. لكن طبعا جونيور اجاي واحد من وجهه نظري ان هو يمكن اهم يعني في دور طريقه لعب ريني فايلر، هو سر في حلاوه الاداء ده، لان هو بيعرف يتحرك بشكل مميز قوي، سواء التحركات او بيعرف يحافظ على الكوره، بيعرف يكسب التحامات، مهاري، بيعرف يرقص، بيعرف يفوت في واحد على واحد، لعيب مكار، لعيب مكار. ده هي فعلا يمكن هو صنع فرصتين، اكتر لاعب صنع فرصتين هو وحسين الشحات في المباراه، احرز هدف، حاول على المرمى مرتين بنسبه دقه 100% يعني 2 صح، قطع الكوره 3 مرات، مراوغات ناجحه 1، ونسبه دقه تمريراته 81.25%. ده الهدف الخامس لجونيور اجايه تحت قياده ريني فايلر، هو هداف الاهلي. جونيور اجايه اللي كان فين بقى فين؟ بقى هداف الاهلي. دي بصمه مين؟ بصمه ريني فايلر. اللي بعد كده برضو معانا، يمكن معانا محمد هاني بصراحه قدم مباراه كويسه جدا، يعني كل ماتش كده محمد هاني. الماتش اللي فات برضو حتى قبل خروجه كان عامل مباراة كويسة، رغم ان كان بيلعب عليه 2 لعيبة افارقة من الانتاج الحربي. الماتش ده برضه محمد هاني تاني اكتر لاعب قطعا للكرات، يمكن رقم 1 ايمن اشرف 17 مرة، رقم 2 محمد هاني 15 مرة. محمد هاني كمان اكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح في المباراة، عامل 3 تاكلينج، اكتر لاعب عامل عرضيات 7 عرضيات، منهم 2 بس صح. يمكن معلول الماتش ده ما عملش نفس العدد العرضيات اللي كان بيعمله كل ماتش، بس اداك اسيست، يعني ده الاسيست التاني ليه في الدوري. فمعلول لا، دي شخصيه لعيب كبير طبعا، ان هو ممكن ما يبقاش اعرف ازاي اوفر مجهودي في الماتشات اللي هي بتبقى في الشمس او في الرطوبه ديت.
برضو يمكن معانا ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم برضو ايمن اشرف. ايمن اشرف عامل 17 اكتر لاعب قطع للكرات. ايوه ياسر ابراهيم برضو قدم ماتش كويس، يمكن هو عمل ماتش كويس. محمد هاني زي ما قلنا برضو ان هو قطع الكره 15 مره. معلول صنع هدف. معانا عمرو السوليه. عمرو السوليه يمكن قدم، يعني مش عايزين ننساه، عمرو السوليه مسته في التمريرات الطوليه لتاني ماتش على التوالي هو وقفشه. يعني انت بيبقى عندك كذا محطه في الملعب، ايمن اشرف من ورا بيعرف يبني هجمه، معاك حمدي فتحي، السوليه، قفشه، عندك كذا محطه بناء في الملعب. دي اللي كانت ميزه الاهلي او ميزه النادي الاهلي من ثلاث سنين، كان عندك عبد الله السعيد، حسام غالي، ايمن اشرف، كذا كذا محطه في الملعب. دلوقتي برضو عندنا نفس الميزه دي، قفشه، عمرو السوليه، حمدي فتحي، ايمن اشرف. عمرو السوليه لو عرضنا ارقامه هنلاقي فيه مقارنه ما بينه وما بين حمدي فتحي. هنلاقي ان عمرو السوليه عامل 32 تمريره قصيره صح واثنين خطا. عمرو السوليه احنا قلنا محمد مجدي قفشه رقم واحد في الرؤيه في التمرير الطولي، عامل 10 تمريرات للامام. عمرو السوليه لعب 79 دقيقه، عامل 9 تمريرات طوليه، قطع الكوره 8 مرات وعامل مراوغه ناجحه وارتكب خطا. يمكن دي ارقامه وارقام عمرو السوليه قدامنا، ارقام حمدي فتحي وعمرو السوليه على الشاشه. يمكن السوليه طبعا حمدي فتحي احرز هدف وصنع هدف وراح على الجون 3 محاولات. الميزه في السوليه ان هو تمريراته الطوليه اكتر، عامل 9 تمريرات طوليه، دي يمكن الميزه في عمرو السوليه. مين اخر حد عندك معانا؟ طبعا الدكه، يمكن صلاح محسن نزل في الدقيقه 64. التغييرات كلها كانت نوع من التنشيط، يعني لو بصينا هنلاقي مثلا صلاح محسن نزل في الدقيقه 64 بدلا من صلاح محسن نزل مكان اجايه كنوع من التنشيط عشان ينشط. دي حاجه مهمه جدا لان اجايه برضو بيلعب في الفتره الاخيره وهو عايز يكسب صلاح محسن. تمام. والنتيجه كانت مرتاحه فنزل عايز يكسب صلاح محسن. وليد سليمان برضو هو البديل السوبر مع ريني فايلر، بيحاول ان هو ينزل ولكن نزله في مركز مختلف. كل ماتش كان وليد سليمان بينزل كصانع العاب، الماتش ده نزل كجناح بديل ليه حسين الشحات عشان يريح حسين الشحات طبعا. بعد تمام. كده وليد ازارو ده برضو مدرب جريء، يعني كان ممكن ينزل حسام عاشور مكان عمرو السوليه، لكن انت بتلعب باثنين فراوده. لا ده الراجل ده دليل ان ده عاليته كلها هجوميه. تمام. عموما كل امنيات طيبه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه وتكون فتره راحه للاعبين افضل الحقيقه خلال افضل من الفتره السابقه. بشكرك شكرا جزيلا. شكراً. أنا دكتور احمد والف مبروك. شكرا والف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجماهيره. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نتكلم شويه عن الاداء التحكيمي لهذه المباراه، كابتن محمد الحنفي وادائه في هذه المباراة، هل كان جيد أم كان أقل من المتوسط؟ ده اللي هنشوفه مع نجم التحليل التحكيمي كابتن سمير عثمان بعد هذا الفصل.